ديزني اون ايس غير ديزني العروض المسرحيه. ديزني العروض المسرحيه احنا جبناها في 2014 و18 ودي كانت بتبقى اكتر على الماجيك والسحر وروعه الاداء على المسرح والضحك. لكن ديزني اون ايس حاجه ثانيه. ديزني اون ايس انتاج ضخم جدا، انتاج ل افلام كلاسيكيه وجدت واتعملت زي في التسعينات لما كنا بنتكلم على بيوتي اند ذا بيست، كان ايميها الفيلم ده كان يعني كان قوي جدا وكان مشاهدته عاليه جدا. دلوقتي احنا عندنا فروزن حقق نسبه مشاهده ونسبه ارباح ومبيعات ضخمه جدا في العالم كله. موانا من احدث عروض ديزني الترفيهيه وافلامها اللي انتجت. دول الشخصيات دي اول مره تيجي مصر. التنظيم نفسه احنا عايزين طبعا حابين لو نقدر ندخل مصر كلها تحضر الشو ده، لان زي ما حضرتك عارف برضو ميكي وميني وديزني عامه بالنسبه لينا احنا كاجيال حتى والاولادنا شخصيات مؤثره جدا، وهم بيبقوا حابين ان هم يشوفوها ويحضروا الايفنتات بتاعتها او الشوز بتاعتها. تنظيميا طبعا احنا فخورين بالشراكه بتاعتنا مع داينو اكتيفيشنز والوزاره السياحه والاثار وشركه بي او دي، وحابين ان احنا نقول للناس ان عايزين نشوفكم في العروض يعني ان شاء الله. كل ايفنت عالمي بيحصل على ارض مصر ده شهاده لمصر ان هي رقم واحد دوله مستقره وامنه وانها قادره على تنظيم فعاليات كبيره. اثنين، هي شهاده من الشركات الدوليه بتشجع شركات دوليه اخرى على ان هي تعمل فعاليات بنفس المستوى ويمكن اعلى من كده كمان. ثلاثه، هي بتدي فرصه للسائح اللي موجود في مصر انه يستمتع بعروض فنيه غير استمتاعه بالمزارات الاثريه والسياحيه المعتاده. فالحقيقه هي مزايا كثيره جدا.